شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله كسر دوادا حبنتيني وانا حبنتينا وحنكو قصو قادة نبينا الله تعالى التوبة إلى الله تبارك وتعالى إلهي الله توبة كان توبة هرتو حي تهي ولا ليال قف كستا وحالي ربا دنبي مركو كردعو إنو دنبي كسو قلو كتوبة كان توبة انت أدونك أجوكتو وإن النفط كاردعين أما أي قرح ذا ماشي هاد أدعيس أي كسو نقول أنه كسو بحين توبة وكفران تاي جاني سبحانه الوسيني أمركا إنت أنوش هاي إن إله سبحانه وتعالى توبة كنت الله سبحانه وتعالى دادك مانينتي دم بيقالة هابينكي مركا توبة كنا وك أخبال هيا دادك هابينكي دم بيقالة مانينتي مركا توبة كنا إله وك أخبال هيا توبد مركو وحوان ليل النهار وفران تهاي نبيك لبشيو تلمامي ووحوي لي إن قرح ذا أي كسو بحضو ماشي هاد أي ودع عيسو أما قوفك إنو غرقر أما نفبح أو غارو وقوفك حلالوك أن نفت ماشي أود بيس أو غارو توبة مالها مركاسي مركاسي توبة مالها سادراد مركو لاليال واجب كان نصاراً أما يعني إنا لن من الدون وحيتا التوبة لله تبارك وتعالى إليه إنا التوبة كان وأن نقول ضد موحدين إلى التوبة كان سبحانه وتعالى صوت الإمام النووي رحمة الله عليه كتاب كيسا رياض الصالحين باب كلابات وليبا باب التوبة مركو كهل هاي دم بكستا إن لقى التوبة كان واجب وين شن دم بهداد قش شن تدم بي إنك التوبة كان تبع لجربا لكن هدي دعاء قيب كم إذا إنك التوبة كانتو شن تصدح كم إذا كتوبة صدح ذيك التوبة كانت سجربا لجا أقبلي labada kala dambigood way ku taagihiin in aan ka toobad ka inta laga rabo toobad markaa walaalay shuruud bay leedahay toobada waxa la fiirinaa wax laga toobad keenay horta maxay yihiin wax laga toobad keenay haday yihiin wax in aan ka toobad keenta ay waajib ka tahay haday yihiin wax adiga alla idii dhaxay ilaahay baa subhanahu wa ta'ala wuxuu san ogoleen ama yaani maareeyto raali ka ahayn baa sameeyay adii ilaahay wuxuu idin dhixay haday yihiin waxaad ka toobad keenaysid saddex shardi waa in laga helaa wa in laga helaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keenaysid waa in ay shada ku noqoto horta dambiga inaad ka harto iqlaacu dhunub faraha kalaba dambiga aad faraha kula jirto horta ka har waa shard dambiga baad ku jirtaa إلهي بان انتو بدكينا با الله ده مايا يارو واتاسي وحاكو اللغة ربا إناد قوان سددن بيغان مردم اللابنين وقوان سقوان حكو أهاتو دن بيغان اللابنين عزيمة لكن الله ما تسكتو بدكين بريه دي جانس كو صبحنا فرصة ده سي وضو مايا توبة ما شرد قدو مقايا شرد كلاوحو يهي إناد كا قوم موتا دن بيغا آقشي دن بيغا آقشي إناد كا قوم موتا haddii marka wax aad ka toobad keenay wax idii ka dhaxay adii alla ay yihiin saddexa shardo waa laga helaa inaad dambiga ka joogsato inaad ka qoomamooto inaad go'aansato mar dambe inaad u laabaneen haddii wax aad ka toobad keenay xaq bini aadam u yahayn shardi afraad baa lagu dari saddexdii shardada aan soo sheegno ah wixii horta inaad ka go'do ka istaagto inaad ka qoomamooto inaad go'aansato mar dambe inaad dulminiinin waxa kale oo shardi ah inaad xalaal weydiisato ama biri yelid ay weydiisato qofkii xaq iska lahaa bini aadamka xaq uu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala ku cafin maayo ilaahay subhanahu wa ta'ala haddaan shirki gelin maaduna shirki wuu ku cafin waliba lama yanshaaw inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maaduna dhalika liman yashaa waxaan ka soo keyay shirkiga waxay ku xiriirin taa mashiicada ilaahay ilaahay duu doonaa u caafin ilaahay duu doonaa ma caafinay
بني آدم بحقك الشيء قوان صهرت إن دم مرضى بلاد حقك جلينين كش الله عزيمة كوها تمرضى بإن المحن كل وحي إن كهرت وفراك لب حدو إيوه قفك إن أطر طول ترى هذا ورنا ويعافي أما حوالها الدين أنت كح حد ما كحوك تحولوا عليه قصاص الدم كجش ده النفط أمة كان سوت ترى هذا إيش وإيه كنا هذا إيه قصاصين إيه قصاصه هذي كان يعافي من دي إيه قاض أفرت هالشر ده ملك لا يهلا بني آدم كحق وكله ملك كتب بكن وأفرت هالشر ملك لا يهلا لا أقبله هو معنا هذي كلا أقبله معه الله تبارك وتعالى وحليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا يعني صار نقض تاب معنى رجع ما تكسلابت وتوبوا إلى الله جميعا لما إليه أصلابت أيها المؤمنون يا لله هيا المؤمنون الموحدون ذاتك إله سبحانه وتعالى مؤمنين تأه يأسق وحدي ليش محل لقى فائدة توبة المرك لعلكم تفلحون بمعنى لكي تفلحون سو ليبان تان ليبان تان وحيك وحران تهي إن الله ماذا توبة إن توبة لقى أقبل وحيك وحران تهي إن إله أن غطى سبحانه وتعالى ليبان مرك مرابطة إله توبت كان سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ما شاء الله أن استغفروا ربكم ربيين أتو يعني دمداف ويديسا ثم توبوا إليه فيري دمي بعد شيء استغفر لما دمداف إليه ويديسا كدمنا إله توبت كان سبحانه وتعالى رسول كان محمد عليه الصلاة والسلام بل توبة سؤالتي سكأ هذه وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث البخاري دادو إلهي أطوبات كينا أني ما ننتي تضبات جار كبضاً بإلهي أطوبات كينا سبحانه وتعالى تضبات جار كبضاً حديثك المسلم حبها 100 مرة بقول جار بإلهي أطوبات كينا سبحانه وتعالى هدين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ما ننتي تضبات جار أما بقول جار إلهي أطوبات كينا محمد مدار نبي محمد اللي يغفر لك الله وما تقدم من ذنبك دمي قادي هورا يكيد دبو والغرافي مع ذلك النبي عليه الصلاة معصوم بؤها معصي دمي كما دعيني هذه مركم حلقة ربا إن إله التوبات كان سبحانه وتعالى مركز التوبات كل عرس مركز التوبات ليلا نهارا قرآن ما كيدا عابين كمركز جيفين التوبات كان مركز كسوك على التوبات كان مركز شقي سنة مركز سلاد دكان التوبات كان دمان توبات مربها كوفرنات أبابك التوبات هاسك حرن توبات ولا ليال أدو بيقيم بانت إله وجعليه سبحانه وتعالى هل حديث بانك سوق هذا سي توبات إله وجعليه نبي عليه الصلاة والسلام وحنا شيء نين سفر كجرا جديد بوطع جديد كحوصارا وعن عن الله وعبي لها سفر رل بهجوين ومريع جديد كقوة نفك جيلة قوة أيو كحد جيت كسر حلا يراها نص وحرا إن ليس جنا وهردي نفك جيلة وكبح صري حوصارا وعن الله وعبي لها رل نم ودوا ميل ودوا ماشوا كسر تجين ما أدين كرو وكسر كقدمان ما يسوس عن متيجي ما الكسر كيسوق دمن إلا واحد ما يسوس عن وعاب ما هيس نفي جيل منك وكرلو ماي ورادي وكقوستي عشر كل دمن تي جيت هو يسوس كجيف ويسك هوردي جيت كسر هاس جيف أي واحد ويميدو أرك هوردي كسر كعي نفي جيله ها جيت كهاس جيف داقي مركو قعان تقول دقي فرحد أو فرحد درادد إن نولش أو كقوس جريب وسوي دياري نولش أو كقوس هذا نول رجوع صويس درادد أيو هذا الو يا بلك فكري ومحيري اللهم أنت عبدي وأنا ربك حرب إني وده اللهم أنت ربي وأنا عبدك إلهي وأدون كذبان أهي أذن ربي جباتهاي عكسي محيري إلهي وأدون كي جباتهاي أنا ربي جاء أخضع من شدة الفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام فرح درادد بلقفي فرحد أو فرح درادد أي لخل دم ولقفي أخضع من شدة الفرح ما شاء الله أفرس ولا ليه إلهي سبحانه وتعالى سنك سأفرحي توبض إلهي أدونك أن توبض كانوا إلهي كجعل إلهي كجعل سبحانه وتعالى توبض قيمة إلهي هل قصوك لهم قصوك تمينا ولا ليه نمبا وحي الدليل السقاشا يسقال غفوت وذات مسكينه عبادة نقول إنه ملاك سكين عبادة سنة وتوحيونيه سياش إن سيال قفود بندلي إن التوبة كأن ربا توبة ملاه أر توبة ملاه قد تقولي ولا يكو قادة دلاء ليجي عبك
ninki boqol oo u dhigay kow madaxu ka guuy ee lawaani cibaadaysana calmi lahayn ufkaas wax loo sheegay ma aqoon muddo kadib markuu joogay ninku is qaban waayo is cilin waayo haddana wuxuu yidhi bal ilaahay u toobadkeen wuxuu raadiyey dadka adduunka markaa joogay uu cilmi badnaa wadaadu u tagay markuu wadaadu boqol qof baan soo dilay waxaan rabaa ilaahay u toobadkeene ee tooba ma leeyahay hadduu dhigi lahaa wadaadkaas tooba milid boqol iyo koo uu dhigi lahaa markaas uu toobadii ayaa ka xiray adii iyo toobadii dhexdiina is cilinaya yaa idin kala joojina adii toobada laakiin waxaan kuu sheegaa buu yidhi dhulka macaansida xumaata aad ku samaysay ma wanaagsana ka bax buu yidhi dhulkaas kale ahlu khayr iyo dad fiican ay joogaan laakiin dadka macaansida iyo xumaatada iyo dembiga la samayn jirtood khamro la cabi jirtood balaay la samayn jirta hadday kula joogaan ayagaa ku soo jiidaya oo khalad kugu jiidaya marka ka safar magaalo heblaay tag meelaas markaasa dadka fiican u tag wadaadka u dhaqaaqay wada dhex markuu sii maraya yaa geeriga ku jimiday wuu dhintay wuu dhintay markuu dhintay waxaa isku qabsaday malaa'igtii raxmada malaa'igtu raxmi malaa'igtu cadaab malaa'igtii naxariis waxay leeyahay addoonkan ilaahay buu u toobad keenay asoo muhaajir asoo toobad keenay oo ala dirta u socdo ayuu geeriyooday saa daraaddeed maxaan ku yidhaahdaa annagaa la wareegayna xilkiis kuwii kale waxay leeyihin ebedkiisa wax khayr ma samayn ma sujuudin ilaahay dartiis mawaxma samaynin macaasi weliga ku juri jiray asoo khayr samay maad haysaan buugga liiska maxaa ugu qoran eber baa ugu qoran khayr wax uma qorna somaan cadaabkan ujiidayna malaa'igtu waa isqabsadeen ayagoo doodaya ayaa ilaahay malag u soo diray laakiin calaa suurati ibni aadam leh usida dhexaada wuxuu yihi maxaa jira qaalibu ilahay usoo diray war maxaad isku haysataan ninkan baan isku haysana oo maxaad maxaa dhacay ninkan waxay leeyihin ahlu khayrkii iyo malaa'igtii ahlujanna oo jannada yacni ku shaqada leh waxay leeyihiin ninkan u ilahay ba u toobad keenay qoladan waxay leeyihin ninkan weligii khayr ma samayna naartan ujiidayna wuxuu yidhi dhulka uu ka yimiday iyo dhulka u socday isku cabira isku qiyaaso laba dhul hal isku jaangooyay hadba dhulka u bato dhinaceeda jiro ayaa lagu xukumay hadduu dhulkii sharta uu jiro kuwii malaa'igta ahlu naarkaa qaadanay dhinacii wanaag hadduu u batana xaggaa qaadanay allah subxaana watacaala dhulkii buu amar siiyey ama u waxyooday dhulkii fogaa wax dhulkii wanaagsanaa soo dhowo baa layidhi dhulkii waxaan ku yidhahdaa ee xumaa ee dhinaca xumaata uu ka yimiday dhulkii xumaata cageed uu ka soo jirodana dheeraa baa layidhi ilaahay baa amar siiyey subxaana watacaala cabir baa la sameeyey shomiter baa lasku qaatay waa la cabiray markii la cabiray ninku wuxuu u dhowaaday hee dhulkii wanaagsanaa xaggeed buu u dhowaaday waxaa lagu daray marka ninkii ahlu khayrka baa lagu daray toobada marka faa'iida ay leedahay walaalayaal arag dembigeena aada buu u badan yahay had iyo jeer waa in ilaahay u toobad keena subxaana watacaala هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وانت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا 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 يا ربي.